أمره هذه البلدة رئيساً وأعضاء وعاملين. إياكم أن تقصروا في واجباتكم، اعملوا بما تمليه عليكم ضمائركم ويرضاه الله. عائلة استطاعت أن تثبت لكل الدنيا قوة وحدتها، تلك الوحدة كانت مصدر قوتها، ومع كل هذه القوة الحلم في التغيير والكثير الكثير من الأمل. بيض الله وجوهكم كما بيضتم وجوهنا، أعلى الله شأنكم كما أعلوتم شأننا، نصركم الله كما نصرتمونا. أهلي، عزوتي، عائلتي، قائمة الأمل الأصيلة، لكم كل الشكر والعرفان على هذا الإنجاز الكبير، لكم كل الاحترام على الوفاء والوعد بالأفعال لا بالأقوال. أشكر كل من أزرنا وساندنا ودعمنا في هذا النجاح. ألف تحية شكر وعرفان لكم على ما بذلتموه في يوم الانتخابات في 5 نوفمبر، وهنيئا لكم ولقلنسوة على هذا النصر الكبير. إخواني أخواتي، الانتخابات انتهت، الانتخابات حسمت وانتهت، ومع انتهاء هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلدنا قلنسوة تنتهي جميع الانقسامات بيننا، وقلنسوة تعود مدينة واحدة للجميع. احنا نجحنا في الرسالة، نجحنا والانتخابات خلصت، وكما قال الأخ أبو فارس احنا في بلدية، في ائتلاف، وان شاء الله بالقريب احنا رايحين نفوت ونباشر العمل. التحريض اخواني في الماضي في هاي البلد قلنسوة الحبيب في إلى خلفية وأسبقية اللي كنا أسينا منها، وفي أسبقيات حتى في مستوى العالم اللي إلها برضو مآسي، وفي مستوى دولتنا اللي كان إلها مآسي. فما حداش بيعرف منا أو ما بيعرفش منا شو اللي كان عزمان رابن. فكثير إذا أنت بتكون إنسان ناجح مش هذا المقدار اللي أنت معروف فيه، ومش هيك بكسوك. أفضل إنه إحنا نكون في وحدتنا كبلد واحدة، لأنه بلدنا بدها مين اللي يعمل فيها ويعمل للأساس ويساعد. وإن شاء الله إنكم أنتوا بتكونوا عند حسن ظن الجميع، وكلكم بتكونوا إيد واحدة لشان نجاحنا في المستقبل كائتلاف كرئيس كأعضاء. وزي ما بقول كل مرة، لشان البنت والولد بدنا نعمر هالبلد. لا يسعني بهذا الحضور وبهذا الحفل الكبير إلا أن أشكر جميع الحضور وأهلي والبلد عامة، وأخص بالشكر أخي وصديقي أبو الفهد الرئيس الذي منحني ولا يزال يمنحني الثقة ومحافظته علي بمكاني بالائتلاف. وأقول لكم بصدق وأمانة إننا سوف نرى كم كان اختيارنا لهذا الشخص صائبا وحكيما. مبروك لنا، مبروك لنا ولأهل بلدنا، آمنين من الله ويوفقنا جميعا لما فيه خير لمصلحة بلدنا. والسلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لكم. اللهم يسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جئتكم من قائمة الانشراح شاكرا كل من دعم هذه القائمة العزيزة على قلبي وقلب والدي السيد عبد الجبار تايي منذ أكثر من 40 عاما، وأشكر إخواني وعائلتي وكل من دعم هذه القائمة. والشيء الآخر، أبارك من أعماق قلبي إلى أخي وصديقي العزيز الشيخ عبد الباسط سلامي أبو الفهد، وأنا جئته اليوم لم أكن في الائتلاف ولم أكن في المعارضة، جئت ائتلافا إلى أهلي وأحبابي جميعا في قلنسوة. أقول للجميع كفانا غفوة فلنصحو من غفوتنا، فإن أمامنا أعمالا كثيرة، وبوحدتنا جميعا وبإذن الله سوف نعمل التغيير. أتوجه إليك أخي أبو الفهد، أنا جئتك داعما وبإذن الله، وأتعهد أمام الله
في كل مصلحة عامة لهذه البلد ستجدني إن شاء الله السيف بيدك اليمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ عبد الباسط سلامي لما حباه الله من صفات جميلة يشهد عليها من عاشروه وجاوروه أن الشيخ اتصف بالحكمة والرزانة والأدب والخلق والدين والحنكة في القيادة والإدارة والتخطيط وفهمه لمتطلبات الشباب خيراته للمستقبل والتعامل معها. تقدموا بناقلات جندكم ورازمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أسواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا، طريقكم وراءكم وغدكم وراءكم وبحركم وراءكم وبركم وراءكم. ولم يزل أمامنا طريقنا وغدنا وبرنا وبحرنا وخيرنا وشرنا. وأنا علي ما فيش ملامي، لأنه في سرايا وفي كرايا، ولأنه في عبيد وفي إمامي. تحالفنا نقي ما في دنايا، شيوخه لابسي جبي وعمامي. انتظرت الصعب بالوحدة تهاني، وعزيز النفس لا يمكن تهاني. وللشيخ عبد الباسط نقدم تهاني، لابو الفهد الرئيس الملتقي. الشيخ عبد الباسط نقدم تهاني، ولهالق لا نسوي يجيبوا شباب. يقولون أن هذا الشيخ عمي بكراش وبكتب. أيها الإخوة الكرام، رسالة لكم، لمن يراني ويسمعني ولمن لا يراني ويسمعني، أقول لكم بصوت عال بلا خوف ولا وجل، لقد علمني الله الواحد الكهار. تعلمت في مدرسة الإله التي تقول اتقوا الله ويعلمكم الله. أعاهد الله الواحد الكهار أنني بمعية إخواني هنا سوف نعمل ما لم استطع أن يعمله أحد، وسوف نثبت بالجميع. سنفهم الصخر إن لم يفهم الحجر أن الشيخ عبد الباسط وحيه من الله الواحد الكهار. وسأعمل جاهدا ليل نهار على خدمتكم وطاعتكم، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما لوجه الله تعالى الواحد الكهار. اوه
شكل ناس كثير منمشي عمرها يا 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 هاي وناس كثير اتصبر عمرها يا ناس كثير منمشي عمرها هاي هاي وناس كثير اتصبر عمرها يا ابويا هاي كل الزتوني كل ما بكبر عمرها بتعصر زيتها بيطلع لها الزتوني يا ابو سلطان كل ما بكبر عمرها بتعصر زيتها بيطلع لها ما بقبل اغدر بصاحب ولا بجار وما بقبل اشتري الذل ولا بجار ابوياي ما بقبل اغدر بصاحب ولا بجار وما بقبل اشتري الذل ولا بجار ولو انك فارس الخضرة والابجر لتنغر الظهر ماله بياب ولو انك فارس الخضرة والابجر لتنغر الظهر ماله حباب